متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلاك دوب مع إلياس. في حلقة اليوم كنستضيفوا ضيف عزيز جدا، هو الإعلامي المحجوب بن سعدي، الإعلامي اللي كيعرفوه ناس الريف والحسيمة من خلال مجموعة ديال الأعمال ديالو، سواء في الصحافة المكتوبة، الصحافة الإلكترونية، أو من خلال البرامج التلفزية واللي تعرفوا عليه المغاربة من خلال البرنامج ديالو فين غادي بيا. سي محجوب، مرحبا بك معنا في برنامج بلاك دوب مع إلياس، وشكرا على قبول الدعوة ديالنا. شكرا سي إلياس، شكرا على الاستضافة، شكرا على التقديم الجميل جدا. كنت ميوم بينا نكونوا ضيوف خفاف على المتابعين ديالك وعلى المتابعين ديال البرنامج ولا الجميع المغاربة اللي غيشاهدوا هذا الحوار اللي كنتمنوا يكون خفيف على القلب. اكيد ان شاء الله غادي يكون خفيف، وسعيد جدا بالاستضافه ديالك. سي محجوب، انت تبارك الله واحد البروفيل اللي يجمع مجموعه ديال الامور من الاعلام، تقديم، الانتاج، التسيير الرياضي. كيلقى سي محجوب هذا الوقت لهادشي كامل؟ هو في الحقيقه هذا السؤال السي إلياس كان تطرح عليا بشكل كبير في البدايات الاولى، ولكن انا كنقول دائما بانه هذه المجالات كلها مجالات مترابطه، لانه الاعلام يعني بالتشعبات ديالو، يعني الاعلام الالكتروني والاعلام السمعي ولا المرئي ولا الانتاج ولا المكتوب، فكله كيبقى في واحد الخانه اللي هي الاعلام، اللي هو الشغف والحب ديال هذه المهنه. اما الجانب الاخر اللي هو العمل الجمعوي والتسيير الرياضي، فربما يمكن كنقول انا كبرت في واحد البيئه، كاين واحد المثل كيقول الانسان بنو بيئته، فربما انا المحيط اللي كبرت فيه، سواء المحيط الاسري الصغير سواء المحيط ديال المدينه، فكنت على علاقه بشكل مباشر بالرياضيين، خصوصا شباب الريف حسيمة في الثمانينات والتسعينات. ربما كذلك القرب ديالنا للضفه الاخرى، يعني كنا كنتابعوا المباريات ديال لا ليغا عن طريق كان لونتيل في ديك الوقيته، كنا كنتفرجوا في كانال بلس. ولا ما كيعرفوش المغاربه السي محجوب، عرفوك كاعلامي، شافوك في برنامج فين غادي بيا، وما كيعرفوش انك كنتي لاعب وحارس مرمى وكنتي عميد فريق فعلا، ومن بعد وليتي بوسيه فعلا. فربما كانوا هذه البيئه هذه هي اللي خلقت عندي هذا الشغف، وهذا الطموح اللامتناهي، لانه في نهايه المطاف كنامن بواحد الفكره دائما كنقولها كنقولها دائما في لقاءاتي، سواء الصحفيه سواء في لقاءاتي بشكل مباشر، مع خصوصا مع الشباب ولا الاطفال الصغار اللي مازال كيتلمسوا البدايات الاولى. كنقول بان الانسان خاصه تكون عنده واحد القاعده، اللي هي قاعده ذهبيه، انه الانسان عنده واحد المسار قصير جدا في الحياه، جينا من التراب وحياتنا مرتبطه بالتراب، يعني الاساسيات ديالنا كناكلو كيجيو من التراب، وغيجي واحد النهار نرجعوا للتراب، فبالتالي المسافه ديال الحياه ديالنا او العمر او الزمن قصير جدا، فبالتالي ما نقتلوش ونزيدو نقصروه بداك الاوهام، دوك الحواجز اللي كنخلقوهم راسنا، بانه حنا ما نقدروش نوصلو، بانه حنا ابناء الهامش، بانه حنا مناطق اللي بعيده على المركز. كل شيء سهل، يكفي فقط انك توضع واحد الهدف قدامك وتخدم ليه لسنوات، وهذه هي الرساله الاساسيه، انه سنوات. ما كاينش النجاح اللي كيجي بسرعه، راه كيمشي بسرعه. سير خدمه لسنوات، انت بديتي في 2004 2003 بديتي في الصحافه المكتوبه، فعلا كانت شويه الصعوبات اللي كانت في ذاك الوقت مقارنه مع دابا. احنا رجعنا للبدايات ديال 2004، يعني ولجنا المهنه ديال الصحافه، يعني كان واحد الحب، كان واحد الشغف لهذا المجال، يعني اشتغلت كمراسل مجموعه من الجرائد الجهويه والجرائد الوطنيه. في ديك الوقيته كان مازالش الاعلام الالكتروني، كان فقط الاعلام المكتوب. ثم بعد ذلك بالموازاه مع الدراسه الجامعيه، اسسنا واحد المؤسسه ديال اصداء الريف للاعلام والتواصل في مدينه الحسيمه، اللي بدات كتصدر واحد الجريده ورقيه، يعني من بين انجح التجارب على مستوى المنطقه ديال منطقه الريف وعلى المستوى الوطني. يعني الجريده كان عندها واحد الصدى وكان عندها واحد البعد على المستوى الوطني، كانت منتظمه في الصدور رغم الاكراهات الماديه، ما كانش اشهار، كنت كنمول من يعني من المال ديالي الخاص، يعني كنت موفر يعني جميع الامكانيات، مقر رئيس التحرير كانت عنده سياره اركات العتيده كما كانت خاصه للجريده، بمعنى كانت فيها واحد التضحيه كبيره جدا، ولكن التضحيه هذه اليوم كتشوف انه عطات نتائج، ممكن نقول كنفتخر بها،
تقريبا جميع اللي داز من المدرسه ديال اصدار الريف اليوم الحمد لله صحفيين وازنين في منابر اعلاميه وطنيه وفي منابر اعلاميه دوليه، كذلك يعني كاين اللي شق مسار في مهن اخرى ولكن وصل للمراتب يعني كبيره، والحمد لله كلهم عندهم افتخار بهذه التجربه هذه اللي كانت تجربه نضاليه في نهايه المطاف. محجوب فاش كتسمع يعني الناس يسمعوا يقولوا السي محجوب فاش كان يلاه بدا موفر سياره موفر مقر، كاين اللي يقول لك بانه محجوب بنسي عليه لقاها واجده. لا هو نهار كنهضروا على الامكانيات ماشي بالضروره اللي كان عندك الامكانيات انه كل شيء مفروش بالورد، شكون هما منطقيين ولكن هضروا على الامكانيات اللي كنا كنوفروها في ديك الوقيته، راه ما كناش كنوفروا يعني ميزانيه اللي هي ضخمه، ولكن واحد المصاريف ديال التنقل، المصاريف ديال الطاب، المصاريف ديال المعدات والاليات باش كيشتغل الفريق، التعبئات ديال التليفون، المصاريف ديال التنقل كان غالي، لكن غالي بحقيقه. انا العدد كان كيتقام علينا تقريبا، انا كان كيتقام عليا العدد باش نطبعوا بالمصاريف ديالي كامل باش تصيفطوا للتمارا ويتطبع ويجي، كيتقام تقريبا 20000 درهم. دونك صار 20000 درهم في 2004 راه سي ميزانيه. نعم. سي ميزانيه فعلا. ربما هاد الامكانيات هادو البسيطه اللي كانوا موفرين عاونوا واحد شويه، ولكن كان هناك عوائق كبيره، وانه في نهايه المطاف كانوا كيشوفوا عندنا كتجربه شابه، مجموعه ديال الشباب غا كيضحكوا كيدوزوا الوقت بقاو ما يدار اكزاكتومون. ولكن انا هذا هو الفرق ربما اللي كنقول عندي مع واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي ربما عندهم فكره سوداويه، اللي عندهم فكره ديال التحطيم فقط، وانا كنركز على هدف وداك الهدف كنخدم ليه، ما كنسمعش الهضره بزاف، حيت الا جيتي تسمع الهضره بزاف ما عمرك تمشي لقدام. وانا كنحضر لي واحد القصه كنعاودها لي واحد الصديق ديالي في باري، وقع لي واحد الخلاف بسيط جدا مع واحد الشيفور ديال الطوموبيل، بقى تابعو تابعته وقفو بدا كيغوت عليه، هذاك الفرنسي بدا كيضحكو ببروده، قال لي باري شحال فيها ديال السكان؟ الاخر بقى كيشوف فيه، قال لي راه لا الا كل واحد بحالي وقع لك معايا وتبعتي وضيعتي معايا 10 دقائق وربع ساعه وكتسبني وضغط، نقول له ما عمرك دير شي حاجه. فهذه ميساج انه الانسان دائما يدير اهداف ويشتغل عليهم، ربما توصل ربما ما توصلش، ولكن يكفيك شرف المحاوله، ولكن ما تبقاش كل خطره ترجع للناس خصك تجاوبه وتبرر ليه. نعم. لانه بعض المرات حنا متخصصين في الهدم. نعم. ربما الياس عنده مسار ديال التجربه ديالو كيشتغل على هدف، وبطبيعه المسار في المسار ديال الانسان المهني او الشخصي فغا كيكونوا مطبات، كيكونوا اخطاء، كيكونوا سلبيات، ولكن الانسان كيحاول يصلحهم. نعم. شويه بشويه. حنا عندنا واحد الفئه، ماشي كلشي، واحد الفئه بسيطه جدا الحمد لله متخصصه انهم قابله غير السلبيات والنواقص والاخطاء ديال الاشخاص، كيشد لك فيهم اذا راه ما كيسواش. شي اثر فيك شي شويه الشدان هذا ولا الشخصيه ديال المحجوب نسي عليه؟ ما اثرش في، بالعكس اللي كيبقى فيه الحال هو انه كيأثر بعض المرات في المحيط اللي دايرين به. المحيط اللي دايرين به. انه انا كشخص ماشي كنعتبر راسي انا فوق الكل ولا عندي طاقه، ولكن عندي واحد الثقه في الله سبحانه وتعالى، عندي ثقه في القدرات اللي عطاهم لي سبحانه وتعالى، وعندي ثقه في ذاتي. انا ملي كنغلط كنهز التليفون وكنطلب المسامحه، وكنعتبر ذاتي دائما بانه الانسان بني على الخطا والصواب. اكيد. يعني الانسان بني على الخطا والصواب، انا انسان في نهايه المطاف، ربما ارتكب اخطاء، ولكن دوك الاخطاء ما ارتكبتهمش عن قصد. وكان دائما هذا القيل والقال كما قلت ما كيأثرش فيا بزاف، وكإنسان سي نورمال ملي كتسمع الهضره كتبرزط، ولكن ما كيأثرش. مع المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا سهل الانسان يسب ولا سهل يعاير بدي فو كونت فعلا. هذا هو اللي بغيت نقول لك، دابا في مثال كتلقى تعليق ولا كتلقى تدوينه ولكن انت ما عرفتش شكون كاتبها. وي ما عرفتش شكون كاتبها، ولكن بالنسبه انت ملي كتقرا ذاك التعليق انت كان اللي معني بالامر ما كيأثرش فيك لانه انت عارف الكونه ديال ذاك الشيء. ولكن انت في مثال الياس تجي تلقى تعليق مكتوب على في مثال على اكس كتعرفو. نعم. ياك تلقى عليه واحد التعليق اللي هو خايب فيه. خايب. ربما غيدخل لك تقول او دخل اللي الا ما كانتش عندك الثقه في ذاك راه، ولكن بالنسبه للي معنيه بالامر عارف راسو كتب عليه ولا ما تكتبش. دونك بعض المرات هاد الاشاعات ولا هاد التحبيط ديال الناس كيأثر على المحيطين اكثر ما كيأثر على الشخص. فانا انا كنسولك هذه الاسئله لان التجربه ديالك هي صراحه تجربه ملهمه للشباب ديال الهوامش، سيرتو ديال المدن الهامشيه اللي يعني اللي بعاد على العاصمه كما قلتي. كيفاش المسار ديالك، كيفاش مشى وتوصلتي عند المغاربه كاملين، دخلتي البيوت ديال المغاربه كاملين،
2018 ولا 2019 فزتيب بالجائزه الوطنيه للصحافه الامازيغيه تاع هادي عاوتاني ياك في الصحافه الامازيغيه جائزه وطنيه الصحفيين الشباب الصحافه الامازيغيه وموراها بعام غتولي انت هو المدير ديال الدوره فعلا فهادشي شكون هذا المسار والمسار دائما فيه جزئيات لانهم بزاف ديال الناس ما كيعرفوهمش بزاف ديال الناس ما كيعرفوهمش بانه المسار دائما كيكونش حافل بالورود هذا ربما في المسار ديالي يعني فيه مجموعه من المطبات مجموعه من العراقيل مجموعه من اللحظات ديال الاخفاق مجموعه ديال اللحظات ديال انك احباط فعلا كتحس كتوصل لبعض الدرجات بانه كتوصل كتقول علاش كندير هادشي سيرتو كتجي فترات اللي كيكون فيها كلشي مشدود وهنا كنقول لك الفرق دائما ملي كتكون مربي راسك على انك تجاوز الصعاب وانك تقلب على حلول وتحدى راسك وتكون متجدد ومتغير ولكن بالحفاظ على المبادئ هذا هو اللي كنركز عليه وانا كنقول المبادئ راه مايمكنش تكون مثاليه راه ما عايشينش في الجمهوريه الافلاطونيه الجمهوريه الفاضله حنا في واحد العالم اللي فيه صراع ما بين قوى الشر وقوى الخير فيه صراع ما بين المال مع السلطة فيه صراعات فكتحافظ على أضعف الإيمان يكون عندك مبادئ احترام تقدير أنك الثقافة ديال الاعتراف إلى ركزتي على هذا راه قد توصل لواحد المسار اللي غيجي واحد النهار ولادك تقول لهم فوالا باكم على المسار ديالو بافتخار ولكن دائما كنركز عليها انه الانسان ما عمره يكون ملك ما عمرك تكون ملك سواء في الجانب الشخصي سواء في الجانب المهني والاخطاء كاين جوج ديال الاشخاص كنقسمهم انا كاين الانسان اللي كيدير اخطاء ما قصد فيها والو طبيعه بشريه جوبيله بشريه كندير اخطاء ولكن اللي خبيت واللي تخاف منه واللي عليه علامه خطا ولا قصد وهذا هو اللي كنقول علاش كاين ناس الهدف ديالهم هو التدمير ديال الاشخاص بواحد الشكل غريب جدا ويدخلوا لي في حياته الشخصيه يعني كتهز داك الانسان من حياته المهنيه اللي ناجح فيها واش باش تقلب لي عليه على ما هو شخصي حياته في ولادو في مرتو في باه في خوه في عمو في جدو واحد الثقافه ديال خطيره جدا ديال راه هذاك راه غير ولد فلان راه كان خماس عندي عندنا الثقافه هنا في المغرب نعم راه كان غير خماس كان خماس ولكن بنى راسو واش بنى راسو ولا اليوم ولا عنده وزن هو وانت باقي مرتبط بباك اللي كان خماس عند با ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقولها انا لا وانت كاين تكاين تساريتي المغاربه كاملين ساريتيهم تبارك الله دخلتي الفيوز ديالهم وساريتيهم في البود واش مازال غتدور شويه المغاربه ولا حبستي والحمد لله ديما كندوروا كنتسارعوا معاهم البرنامج زعما للاسف للاسف انه البرنامج توقف البرنامج في موسمين تقريبا 42 حلقه توقف البرنامج صورناه في 2014 2015 والدليل على انه برنامج الحمد لله كان ناجح هو انه مازال كيتبت الى حدود الساعه اللي حنا في 2021 ومازال البرنامج كيتبت علاش توقف رغم انه مازال مجموعه ديال المناطق يعني في المغرب في بلادنا تبارك الله اللي ممكن انه البرنامج يمشي ليها ويعرفها هذا هو السؤال الوحيد اللي ما قدتش نجاوبك عليه ياك السؤال اللي ما قدتش نجاوب عليه حيت الشركه المنتجه للبرنامج خدمنا الموسم الاول الموسم الثاني بعد توقف البرنامج كانوا لي مشكل مرتبط بالانتاج ما عندي حتى معلومه صافي البرنامج توقف ولكن الحمد لله مازال مستمر في الزمن والمكان مازال كيتعاود لدرجه انه بعض المرات في الناس كيرحبوا كي كيبقى جاي عندنا البلاصه الفلانيه يتصور عندنا نعم حيت انا الناس صنهاجة سراير اللي كنتمي ليها شحال من مره تيسولي فوقاش محجوب يقد يجي عندنا انا ما يتشاف فعلا كطرى لي هذيك بعض المرات كنحشم بزاف ديال المرات والله العلي العظيم بصدق كيعرضوا عليك الناس كنكونوا في مناطق بحال مؤخرا كنت في قلعه صراغنا كان عندنا واحد العمل تطوعي انساني وبزاف ديال الناس كيعرضوا عليك نعم تجي عندنا وجيب اي ضيف ديالك مرحبا به كتحشم منهم وفي نفس الوقت كتحس بواحد الفرح انه داك المجهود اللي درتيه وصل للناس حيت نكون واحد الحاجه سي الياس شي الناس كنهضر على الناس بصفه عامه راه كيحسوا بالانسان اللي صادق في العمل في الخدمه ديالو نعم. وكيحسوا باللي كيمثل فملي كتلقى واحد الحب عند الناس اللي بسطاء جدا بسطاء راه ماشي البساطه في المفهوم ديالها القدحي نعم لا بسيط
يعني راسو عامر وبخيره وشبعان ولكن بسيط تعب فاهم الحياه، فاهم الحياه بانه بسيطه جدا، كتلقاه فرحان بيك وكيحل لك بابه، داكشي اللي ما عنده كيتقاسم معاك يحسبك واحد من ولادو، فهذه هبه كيعطيها الله سبحانه وتعالى، خصك تشكر عليها يعني تصلي يوميا وتقول الحمد لله والشكر لله. وربما هادشي اللي ربحت من البرامج فين غادي بيا هو الحب ديال الناس، وانا لحد الساعه كنتصرف في المغرب كامل بيبان مفتوحين مرحبا. لا لا ذكر شرف الاعمال التطوعيه، داك التطوع العمل التطوعي اللي كنتي فيه مؤخرا ديال 100 بئر لكل 100 عائله، الملاحظ انه كتوجه لواحد الجهه ديال واحد الجهه معينه من المغرب، باش زعما كيفاش كتختار هاد واش القيمين على هاد المشاريع ولا هاد ماشي مشاريع هاد الحركه التطوعيه منتمين داك المناطق ولا لا؟ نوضعك في الصوره بعدا. بالنسبه لهاد المبادره سي، هادي واحد المبادره اللي كتبناها واحد الجمعيه اون كاتاليز، جمعيه يعني فرنسيه في بوردو، ولكن المنخرطين والاعضاء ديالها سي مغاربه، سي مغاربه من بينهم واحد الرئيس ديال الجمعيه سي من العائله، سي من العائله. فبالتالي هما كانوا بداو كيشتغلوا على جوج ديال المبادرات في تلسينت، في تلسينت وفي مراكش، لانه الاصل ديالو هو من نواحي ديال تلسينت، فهذا عادي جدا انه الانسان كيميل للمنطقه ديال الاصل ديالو. انا مؤخرا سينخرط معهم في هذه المبادره الى جانب واحد الاخ سي عزيز حتى هو كذلك في المغرب، حنا اللي ولينا كنمثلوا الجمعيه في المغرب، يعني حنا اللي كنسقوا على المستوى الوطني. فالاختيار ديال هاد المناطق سي في البدايات سي كان الحب ديال الاصل والانتماء، ولكن حاليا كنشتغلوا بشكل عام في المغرب. كانت هذه المبادره هذه في قلعه صراغنا، ثلاثه ديال البيان تقريبا بواحد الكلفه ديال 30,000 أورو، 30 مليون تقريبا، بالالواح الشمسيه وتقريبا الاستفاده ديال واحد 30,000 عائله. تبارك الله. حاليا انا خدام في تواصل مع واحد الجمعيه في النواحي ديال الريف، في نواحي اقليم ديال الدريوش. هما ديجا كانوا بداو الاجراءات، من بعد تواصلوا معايا، ان شاء الله غنبداو بدينا كنسقوا باش حنا نعاونهم في كل ما يتعلق بالمسائل القانونيه، المسائل المتعلقه بالحفر ديال الابار، ما هو لوجيستيكي ما هو. ف غيكون اول بير ان شاء الله غيدار في المنطقه ديال الريف، من بعد ان شاء الله حنا في تواصل وفي تنسيق مع جمعيات اخرين في المغرب كامل، اي بلاصه اللي قدوا نساهموا فيها راه واحد النعمه كبيره، لانه جعلنا من الماء كل شيء حي، فاي بير كديروا كتستافد منه واحد 100 ديال العائله، فهي واحد صدقه جاريه لدوك الناس اللي ساهموا. المهم اي واحد شارك في هذه المبادره فالا عنده واحد الناس اللي بغاو مثلا يشاركوا معكم في هذه العمليه التطوعيه، واش كتحلوا شي حيت كاين المبادرات اللي كيحلوا واحد الفتره الاعلان اللي بغى يتطوع كيحطوا واحد سميتو، واش نتوما دايرين دابا كاين جوج ديال الانواع. كانت في البيان الاولى اللي تحلوا في تلسيد سي، كان الدعم جاي من على برا كله سي، كتحل واحد كاين واحد الموقع ديال الجمعيه ديال التبرعات، كيدير واحد لانونس كيبداو الناس كيتبرعوا، دوك الفلوس كيتجمعوا في واحد الحساب معين كيتحولوا لجمعيه محليه في المغرب هي اللي كتخدم. هذه المره هذه اللي اول مره غنخدموا بالطريقه ديال 50-50، يعني حنا كجمعيه جمعنا واحد المونطون، ولكن 50% في جمعيات محليه هي اللي ساهمت فيه باش يتبنوا هذا البيع. فوقتاش ما كانش بروجي كتحل واحد الفتره ديال الجمع ديال التبرع. هادشي ديال البيع غيجرني لواحد السؤال كيطرح راسو، لانه مجموعه ديال المؤثرين في واحد الوقيته مشاو ساهموا في واحد المبادره ديال حفر بئر في واحد البلاصه، وكلهم داروا فيديوهات وكلهم نشروا الفيديوهات في لاشين ديالهم يوتيوب، ونات ضجه بانه راه الناس كيديروا هذا الشيء هذا من اجل المتابعين. شنو رايك في القضيه هذه؟ يعني انت كواحد اللي مساهم في هذه بحال هذه المبادرات هذو، انت ما درتيش فيديو في يوتيوب في هادشي؟ الحمد لله. هذا شوف المشاركه ديال المؤثرين هادو، يعني قولوا مؤثرين سواء في الانستغرام ولا في اليوتيوب، المشاركه ديالهم بحال هاد المبادره هادو والنشر ديال فيديوهات وسيرتو التصوير مع الناس البسطاء. شوف انا بصدق دائما كنقول بانه ما كنحطش راسي في واحد الموقع باش نقيم الناس والنوايا ديال الناس، ولكن مبدئيا وبين قوسين بانه انا لست ضد بحال هذه المبادرات، لانه مزيان انا النوايا ديال الاشخاص، هذا هو اللي النوايا ديال الاشخاص
ما غندخلش فيهم فيه. بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ربما بعض المرات حنا كنحكموا من على برا باش كيصور، ولكن ربما داك الانسان اللي كيصور وكيصور مع الناس وداك الشيء كيبارطاجيه وكيتفرجوا فيه 100 مليون ولا جوج، هو راه صادق مع راسه. حنا كنشوفوا بانه كيمثل وباغي باغي فلوس، ولكن ربما الا شفناه دخلنا ليه القلب ديالو دخلنا ليه الافكار ديالو غنلقاو بانه ما مسوقش لذاك الشيء فعلا، صادق في داك. فبالتالي باش نحاكموا الناس على النوايا صعب جدا، ولكن كاين داك الشق اللي كتخاف منه داك الاستغلال الانتخابوي، الاستغلال ديال المآسي ديال الناس، وظهروا لنا حالات ديال مؤثرين بين قوسين اللي بصح كيسترزقوا بهذا الشيء، ولكن صعيب تجمع كلشي البيض في سله وتقول هذا الشيء كلشي خايب. لانه بعض المرات دابا حنا نلاحظوا الى السيليا سي ماشي غير المواقع التواصل الاجتماعي، بقوا دائما في هذه النقطه ديال المؤثرين. بعض التواصل الاجتماعي فيه ما يتقال، لا فيه ما يتقال. دابا الا شفنا مجموعه ديال الحالات الانسانيه مجموعه ديال الحالات الانسانيه اللي تعالجت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد. عمليات اللي مكلفه ديال 60 مليون، ناس بسطاء بحالك بحالي بحال اي واحد مغربي عنده الناس مؤثرين كيدير انونس عافاكم عاونوا فلان. حنا ما ندخلوش في النوايا، النوايا ما سوقناش فيهم، ولكن هو النتيجه ديال داك النتيجه اللي كيهمني هو داك السيد ولا داك السيده من بعد كيجمعوا ليه الناس وكيمشي يداو. وانا حضرت على حالات ديال الناس اللي كانوا حالات ميؤوس منها، سيده عندها عمليه في مثال ديال 20 30 مليون وما فحالهاش ما فحالهاش 30 مليون هذه غير العمليه، يعني ما هضروا على المصاريف، كاين مصاريف اخرى اللي كترفع. كيجي محسن وكتلقى كتعلم بانه من بعد راه فعلا تجمعات ديك 30 مليون وتجمع اكثر، والسيده راه غتمشي دير العمليه وبصح كتبان بانه دارت عمليه ورجعت لحالتها الطبيعيه. هناك حالات اجتماعيه تشاو لهم الديون، هادشي مزيان هادشي مزيان. انا النوايا ما سوقيش فيها، انا النوايا والانسان يستافد، حيت الا جينا ندخلوا في النوايا راه الانسان إلا دخلنا في النوايا راه الجهاد الأكبر شناهو؟ جهاد النفس. جهاد النفس طبيعي، راه ماهناش تسمى الجهاد هو الجهاد الأكبر، هو جهاد النفس، بمعنى أنه النفس ديال البنادم دائما النفس أمارة بالسوء. بمعنى حنا دائما في الصراع، دونك إلا جينا نتحاسبوا في النوايا راه أنت ما غنطيقش فيك وأنت ما غنطيقش فيا والأستاذ اللي معانا ما غنطيقش فيا. بزاف كيحاسبوك على النوايا دابا، أنت بديتي كتبان في الحسيمه بزاف هاد الايامات، كاين شي انتخابات في الحسيمه، كاين شي انتخابات ولا حيت الناس كيحاسبوك. لا شوف، الناس من حقهم يقولوا اي حاجه. نعم اوكي، انا كنقول في لوكا ديالي انا حاضر في الحسيمه منذ سنين. نعم كنت غنترشح وكان هدف ديالي انتخابي راه سنين. نعم انا كنت كرئيس ديال الفرقه ديال الرجاء الحسيمي في 2007 في 2006 اللي من موراها جات الانتخابات. فين ولات الرجاء الحسيمي؟ الرجاء الحسيمي دابا في الاقسام ديال الاقسام الشرفيه، القسم الثاني. دابا الاشكال اللي ولا في الكره اشكال عاوتاني بشكل عويص جدا. قبل كانوا الاقسام كانوا باينين، نعم كان القسم الاول القسم الثاني من بعد القسم الثاني باء القسم الاول قسم باء والاقسام. دابا راه شي 10 ديال الاقسام غير باش الفريق باش يطلع من الاقسام الشرفيه باش يوصل للقسم الدوري الاحترافي، راه غيموت المؤسس ديال الفرقه واللاعب وباقي ما وصلتيش. هذا الا طلع شي عام على عام. فالرجاء دابا في قسم العصبه الاول ممتاز واقيلا في الحسن، هبطت عندها الشباب تونس يمكن ياك. الشباب سي كاليتي، الشباب سي كاليتي، زعما كاين شي واحد شنو وقع الشباب؟ والشباب انت كمتتبع ديال الشان الرياضي في الحسيمه يعني وابن الحسيمه شوف الاشكاليه ديال شباب الريف عوض ما ندخل باش ما نفصلوش بزاف. نعم. هو انه ما عندهاش مدرسه كرويه، ما الفرقه اللي ما كتدعمش على المواهب ديالها ما عمرها تستمر. شباب الحسيمه ما كانش عندها مدرسه كرويه اللي تعطاها الامكانيات ودوك اللعابه انه تعطاهم الاهميه ويطلعوا من الفئات العمريه يصعدوهم للفريق الاول ويدعموهم معنويا وتعطاهم الثقه باش هما اللي يقودوا الفريق. الحسيمه اش وقعت؟ كيجيو الميركات كتشري لعابه واجدين كتشري 15 16 لعاب بلا ما ندخلوا في مجموعه من الاخطاء ديال اللعابه اللي ما كنعجبني نتهم حد. نعم حيت الشباب نفسي تراكم سي تراكم ديال التسيير السيء بهذا المفهوم، ماشي ديال الاشخاص خليهم ترونكيل. نعم اشخاص عندنا لهم كل الاحترام وكل التقدير، ولكن الحاجه اللي ما كتعرفش ليها ما تمشيش ليها، اكيد حاجه اللي ما كتعرفش ليها ما تمشيش ليها. التسيير ديال الكره كيحتاج ناس اللي كيفهموا في التسيير واللي عندهم افاق واللي عندهم علاقات.
باش تسير الفرقه خص يكون عندك علاقات، يكون عندك المام بالتسيير الكروي، يكون عندك برنامج ديالك، يكون عندك فريق ولا طاقم اللي يشتغل معاك. شو غنى مدرسه ديال المدرسه دابا هو شنو اللي كيمنع ان الشباب الريف ما يكونش عندنا مدرسه؟ وحنا كنشوفوا دابا مثلا كاينه مدرسه ديال قدماء، كاين مدرسه ديال قدماء، كاين جوج ديال المدارس، جوج ديال المدارس غير كيما ان هادو ما يكونوش وسط وسط وسط. هذا هو الاشكال ديال علامه الاستفهام الكبيره. هو انه حاليا انا جوج ديال المدارس كنقول غير في الحسيمه، مدرسه ديال القدماء ديال اللاعبين ديال شباب الحسيمه، كاين مدرسه ديال حمشان حتى هي مدرسه كرويه تابعة للجمعيه، وفي امزورن كذلك امزورن كاين مدارس كرويه، بحكم انه كنجوج الفريق الاول ديال المدينه شباب الحسيمي. كان مجهود كبير دار في واحد الفتره معينه، كان مجهود كبير، والمدرسه خرجت لاعبين اللي هما كيلعبوا في فرق وطنيه، ولكن ما كانش الاستمراريه. ربما انا كنقول واحد المثال، راه عندنا في الثقافه الشعبيه ديالنا، الا مشيتي للريف القراصنه ديال مدينه تشاويس فاروج، مشيتي للثقافه الشعبيه المغربيه كيقول لك مطرب الحي لا يطرب، يعني مطرب الحي لا يطرب في الثقافه العربيه. الا مشينا للثقافه الدينيه ديالنا حنا كمسلمين كيقول لك لا كرامه لنبي في وطنه، بمعنى ربما انا كنقول انه اي واحد كينتمي لواحد المنطقه معينه خصو يخرج منها باش يفرض راسو، وهذا سي كارثي، لانه فكر ناقص بزاف. انا كنتاسف اليوم كنشوف مواهب اطر تقنيه. كان عندنا سعيد زعبيله مدرب ديال الحراس ديال المنتخب ديال بوتسوانا، خرج ديال كان لاعب ديال شباب الحزيمي. منير بن تهامي كان في الخميسات، ربما اعتقد ما خانتنيش الذاكره. المهم مجموعه ديال اللاعبين في الحسنيه ديال اكادير، لاعبين ديال شباب الريف الحسين، ولكن ما استفداش منهم شباب الحسين، ما عمر يعيطوا لهم. علاش؟ ربما الثقافه ديال المطرب الحي لا يطرب، ربما هذا هو اللي قد نقول انا وسي مساله بنيويه في شباب الريف الحسيمي، خاص اعاده النظر، لانه عيب فرقة كانت في برومي ديفيزيون واحد سنوات محافظة على واحد الناس فرمش تعيين عام ورا عام ورا يعني عام، سقوط الحر، واللي كيحس بنفس هما الأشخاص أو نفس المكتب المسير اللي طحت مع الفرقة كيبقاو كيطيح بين الفرقة عاوتاني، زعما باز اليوم أنا شخصيا إلا طحت مرة وحدة غنجمع كلوعي يعني كما كنقولو. التغيير ضروري، الفشل مع الفشل كيخص يجي التغيير، نورمالمون السقوط من القسم الاول للقسم الثاني هو فشل، كيخص يكون تغيير، كيخص تعطى فرصه لناس اخرين. والفشل راه ماشي عيب، ماشي عيب طبعا. راه عجبني واحد التصريح ديال واحد من الاخوان اللي كانوا في شباب الريف، نعم، خرج بالتصريح وقدم الاستقاله وقال ربما هاد الناس هادو عندهم حق وانا اللي خاطئ، دوك اللهم نستقل نخلي المجال للطاقات اخرى. دونك هادشي فيه نقاش كبير، وفي نهايه المطاف الانفتاح ديال الفرقه ما كانش حتى على المحيط ديالها، مثلا هي منعزله في الحسيمه. مثلا اليوم كنشوفوا مثلا ادم حنين ولد ترقيس اللي كاين في الفتح الرباطي، كاين حارس اخر مثلا من ترقيس اللي مشى جات يعني اكتشاف المواهب، جات الفرقه ديال بركان وجات الفتح وخذتهم من وسط ترقيس، وما عمر ما جات شباب الريف الحسيمي تنقب على المواهب وسط مثلا في ترقيس، في ماشي غير ترقيس، النواحي كامله، في الاقليم كامل، ماشي غير ترقيس. هذا هو اللي كان خطا بنيوي، انه تسيير عنده مواليه. نعم. انا كنت غنمشي نجيب لعاب ساوي غنصني معاه 300 400 مليون، علاش انا عندي ربما نلقى لاعبين احسن منه؟ احسن طبعا، في امل ترقيس، في قيد قمره، في بني عبد الله، في بني حديفه، راه اقليم شاسع وفيه مواهب ما شاء الله راه متعدده. ولكن هنا للاسف كدير واحد علامه استفهام كبيره، حيت انا في المغرب كامل كيتطرح علامه استفهام على حول السمساره والطريقه ديال البيع والشراء ديال اللاعبين. في المغرب كامل جميع الجماهير تحتج على هذا القرار. اكزاكتو، شي جبت الا مشي راجل ديال الوداد تلقاه كيحتج، كرة في المغرب بصفة عامة في العالم كامل سي مرهونة بالنتائج، مرهونة، غير هو حنا عندنا في المغرب شي آخر، لأنه مازال كتمارس بشكل هاوي، مازال فراقي كيتمارسوا، ما عندناش فرق ديال كرة القدم، لأنه فريق
ديال كره القدم اللي كينتظر الدعم ديال المجلس البلدي وديال المجلس الاقليمي وديال الجهه راه ماشي فريق. نعم ماشي زعما فهمني ماشي تقليل زعما ماشي يعني مازال ما وصلناش تكون عندنا شركات يكون فريق مستقل لانه الاحتراف نخوف مجال ديال الاحتراف الفرق يولوا شركات ولكن فرق صغيره اللي تحولت لشركات لانه ما عندناش ما عندناش هذا دابا دير فرقه في الحسيمه ولا شكون غيمولها خاصك عندك ما داخل نعم خاصك عندك ما داخل باش تبيع لي ماتش باش تبيع التونيات يعني ثقافه كله سي سيستم لي خصو سنوات باش تحط ولكن من المؤسف انه مدن بحال 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 الحسيمه وبحال الناظور غير ممثله في القسم الوطني الاول في يحز في النفس صراحه تقال يحز في النفس خصوصا شباب الحسيمه كانت في واحد الفتره عفات واحد الاوج ديالها وكيفرمش تعين الهدات وهذا موضوع فيه نقاش نعم. كبير نقاش شيق معك السي محجوب وما كرهناش نطولوا اكثر ولكن نوصلوا للفقره الاخيره ديالنا اللي هي رساله كنسميها فقره اس ام اس اللي كنعطي للضيف انه يوجه رساله خاصه هو كيختارها ولكن هذه المره استثناء في هذه الحلقه انا اللي غنختار من غتوجه الرساله هذه المره بغيتك توجه رساله ديالك كابن الريف وابن اللي جا من الهامش ديال المغرب الابناء الهامش اللي كيحلموا انهم يحققوا النجاح النجاح في جميع الميادين رسالة من واحد اللي بدا كافح حتى وصل الان لواحد المرتبه اللي كيفتخروا بها وكنفتخروا بها حنا كابناء الريف مثلا نفتخر بتجربه محجوب بن سعيد. شكرا بعدا شكرا بزاف على هذا اللقاء سي الياس. الرساله اللي نقدر ربما نوجهها رساله بسيطه جدا هو الانسان يامن بالقدرات ديالو. كانت عندي واحد التجربه جميله جدا في واحد البرنامج سميتو زماده تلميذه من الدار قصه نجاح كنت استضف فيها تقريبا 30 شخصيه مغربيه ناجحه ماشي فقط على المستوى الوطني وانما على المستوى الدولي وكلهم اللي كيجمع النقطه اللي كتجمع ما بين 30 ديال القصص هو انهم كلهم ابناء الهامش وكلهم بداوا من الصفر وفيهم حالات اللي بداوا من تحت الصفر النموذج ديال احمد بوطالب العمده ديال روتردام فقصته غير قصته ديال فين بدا في بني سيدان والمرحلة الدراسية فين دوزها واليوم عمدة ديال روتردام ديال روتردام وما أدراك ما روتردام. فهذه رسالة للشباب أنهم يأمنوا بالقدرات ديالهم ويأمنوا بحاجة واحدة اللي قلتها هي أنه الفلسفة ديال الحياة هو أنه إحنا بشر كلنا بحال بحال المحدد الأساسي هو نهار غتوصل تكتشف ديك القوة اللي عطاها الله سبحانه وتعالى لداخل وتكافح وتقاتل باش تجبدها وتستغلها فيما هو ايجابي باش توصل لواحد الهدف معين وما تفشلش وماشي عيب تسقط المره الاولى وتسقط المره الثانيه وتسقط المره الثالثه وكاين الطماط لانه في نهايه المطاف العبره بالخواتيم وهنا كنقول واحد النقطه اساسيه كذلك اللي كنختم بها هو ما عمرك تقلب على الرضا ديال الناس لانه الرضا ديال الناس غايه لا تدرك دائما حاول ترضي الأنا ديالك بالمفهوم ديالو الإيجابي بالمفهوم ديالو الإيجابي وتآمن بالقدرات ديالك وترضي الله سبحانه وتعالى هذا هو النجاح الكبير وتكون إنسان كتآمن بأنه الإنسان كل منه هذا مخطأ وخير مخطئين التواب. شكرا لك مرة أخرى سي محجوب على الحضور ديالك في برنامج بلا كذوب مع إلياس. وصلنا لنهاية هذا البرنامج ما سخيناش بيك انا ما سخيتش بيك صراحه وما بغيتش نسد لهذا ما سخيتش بالحوار معك ولكن مضطرين متابعينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم كما العاده غنضربوا لكم موعد في حلقه جديده من برنامجكم بلا كذوب مع الياس مع شخصيه جديده وتجربه جديده للافاده بطبيعه الحال.